Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors dans cette partie, on va voir les valeurs générales des temps dans un contexte passé. On va commencer yani, par l'explication de le titre. Dans un texte, yani, حدث تاعو فاتت نقدروا نلقاو دي طون واش هما لا فالور تاعهم يعني واش هو القيمه تاعهم علاش استعملناهم يعني فالور جينيرال يعني كامل النص راح نقولوا علاش استعملنا في هذا النص كامل علاش استعملنا هذا لو طون ماشي في هذه لا فراز هذيك تاع لا فراز رانا درناهم كامل ولكن في نص كامل علاش استعملنا هذا في نص كامل علاش استعملنا هذا في نص كامل علاش استعملنا هذا وعلاش استعملنا هذا يعني راحين نمدوا la valeur générale de ces temps. وين هما هذو لي تيكست هذو اللي رانا نهضروا عليهم انا نقصد في حاجه نقصد بار اكزومبل تيكست هيستوريك تاع 3ام اس ولا تيكست ناراتيف يعني اللي يحكي لنا احداث ماضيه بزمن تاع حاضر ولا بزمن تاع المهم حنا راح نشوفو بالتدقيق ولا بار اكزومبل يعني نستعملو البريزون في تيكست هيستوريك يعني احنا كيما نعرفو بلي هذو الاحداث التاريخيه صراو وخلصوا يعني سو سون دي زيفينمون كي سو سون ديجا ديرولي دون لو باسي خلاص يعني فاتو مي هنا حنا اون فو لي راكونتي افيك ان اوتر يعني بلو ان اوتر طون بلو فري يعني علاش واش هو لو بوت نتاعنا راح نشوفو حنا ان باغ ان راح نشوفو لو كوبل باسي سامبل اي امبارفي هنا علاش استعملنا لو باسي سامبل اي امبارفي راح يسقسينا يقولنا كيلي لو طون دومينون دون سو تيكست يعني واش هو الزمن الغالب في هذا النص ولا يقولكم كيل سون لي دو طون امبلوي دون سو تيكست قولولو لامبارفي اي لو باسي سامبل بعد يقولكم pourquoi on a employé ce temps ou les goulkom justifier l'emploi de ce temps ou les goulkom quelle est la valeur de ce temps هذو كامل في ثلاثه عندهم نفس المعنى راح نقولوا علاش استعملنا هذو زوج pour raconter et décrire دائما حنا نستعملوا passé simple باش نحكيو دي زاكسيون وهذا ثاني وثاني pour décrire l'imparfait pour décrire يعني باش يوصف باش نحكيو ونوصفو بون راح نروحوا دوكا لو présent de l'indicatif راح نلقاو دو فالور راح نلقاو لو بريزون هيستوريك راح نلقاو بريزون دو ناراسيون هادو زوج راح نحكيو بهم احداث ماضيه يعني دي زيفينمون باسي علاش يقول لكم علاش استعملنا هذا لو بريزون هيستوريك هيستوريك باسكو يحكي لنا احداث تاع تاريخيه وهذا يحكي لنا قصه ولا يحكي لنا اي حاجه في الماضي علاش احنا اللي يقول لكم علاش علاش استعملنا هادو نقول له بور رياكتوال يعني نعاود نحدثوهم تحديث الأشياء يعني ولا ليزيفينمون بون اذا كان بار اكزومبل لا ناراسيون كانت دركا يعني بهذا الزمن اللي رانا فيه راح نلقاو لي نونسياسيون ولا راح رانا شفناهم يعني اون ديتاي لي فراز هذوك بون راح نشوفو هنايا لو فيتور سامبل يقول لك هنايا بار اكزومبل يستعمل فيرب واحد في تيكست كامل يقول لك هذا لو تيكست يعني يحكي على بومبو العيد على الثوره على هذيك علاش حنا استعملنا لو فيتور سامبل هو المستقبل يعني سي لو فيتور ويحكي لنا على احداث في الماضي هنا علاه نقولوا له بور فير فيفغ لي في باش نعاودوا نحيوا هذو الاحداث بصح كي يكونوا عندنا بار اكزومبل بريزون مع امبار مع باسي سامبل امبارفي نلقاو بار اكزومبل فيتور مع بريزون ولا نلقاو بار اكزومبل فيتور مع بار اكزومبل كونديسيونيل مع نلقاو شغل مخلطه يعني نلقاو دي طون فاري هنا علاه بور سيباري لي في يعني باش نديرو تمييز بين هذا الاحداث هذا هو لا فيديو تاعنا ان شاء الله تكونوا فهمتوها بزاف نخليكم نقولكم سلام